رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم للويكاند، مواصلين ومكملين معاكم اليوم. دونك خليني قبل كل شيء نرحب بولد الدار رستم بوهليل، غاب علينا الجمعه اللي فاتت. يودي ماش تغيب، الله يبارك. حاضر انيساتيف مو جيتو بحذايا عند المعرض، جينا طالعين عليك طبعا في المعرض، خدمه هايله بالحق، اقبال. حاجه مزينه عجبتني ياسر في المعرض السنه انه فما برشا اقبال. أيوة. العباد جات وتفرجت وخذت فكره اكثر على منتوجات. اوكي تفرجوا فينا ديما في لونتين نحكيوا على مميزات كومفورتكس، لكن كي يجيو سيغ بلاس ويمسوا ويعرفوا لا كاليتي، برشا حاجات خيره. احنا مازلنا تو اليوم وغدوه الحي معناها. اي ياسر مازلنا باش نحكيوا اكثر مع رسكم، لكن قبل هذه خلينا نهزكم الافريات مزيانه ياسر ما تجيكم كان من عند ليبرتا فواياج. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول ليبرتا فواياج.com. دونك مع ليبرتا فواياج لافاريت والدليل مازال متواصل. دونك على ذيك حتى على ذمتكم ثلاثه رحلات موجهه من تركيا، طبعا التركيا والسابانجا. دونك في ثلاثه مواعيد، تخوا دات موجوده على ذمتكم باش تمشيو تعملوا لا ريزيرفاسيون بالنسبه الباك البرانتون. نعرفوا الناس الكل انه صغيراتك باش يصلعوا في الربيع، دونك سي اون تري بون ديستيناسيون باش تمشيو انتم وصغيراتكم تبدلوا الجو بين اسطنبول وسابانجا. عندنا ثلاثه تخوا دات، عندنا الدات الأولى من 17 مارس حتى كشي 23 مارس، وعنا من 20 مارس حتى كشي 26 مارس، وطبعا عنا من 22 بلوتو مارس حتى كشي 27 مارس. سعر الرحلة هذية دونك 1,949 دينار. ما ننساو زادا كيف كيف انه تخلص الدينار والباقي على 8 شهور مع ليبرتا فواياج. ما ننساو زادا ليزيكسكورسيون والرحلات الترفيهية اللي توفرها لكم ليبرتا فواياج. هذية فيما يخص رحلات التركي. زاد كيف كيف بالنسبه للناس اللي يحبوا يمشوا يعتمروا يعملوا عمره، دونك بعد عامين من تعليق العمره رجعوا الرحلات مع ليبرتا فواياج. في ثلاثه رحلات مبرمجه اسبوعين، احد اثنين واربع. دونك ازربوا من توا اعملوا لي ريزيرفاسيون بتاعكم، اتوجهوا للمكاتب الخاصه بليبرتا فواياج على كامل تراب الجمهوريه واعملوا لي ريزيرفاسيون، وان شاء الله يا ربي عمره مقبوله للناس الكل. وطبعا كل ما نقولوا عمره ما نجم نقولوا كان ليبرتا فواياج. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول ليبرتا فواياج.com. خلينا احنا نمشيو بحذا الشيف فتحي، ايش عندك تا وين وصلت؟ انا عندي الحلو ديجا، ديما تقولوا لي حاجه حلوه كل وين تعدى. الحلو ما يجيب كان الحلو راه. الو انا هوني عندي باتا بسكوي، ديما تعرفوا لي باتا بسكوي يلزمها شويه تحضير ويرقدوا يقعدوا باش البات تعطيكم الطوع. انا نعطيكم مقاديرها، يلزم 200 غرام زبده، انا الزبده نتاعي مرياح، النكهه نتاعها بنينه وزبده صافيه، معناها ما فيها البن نتاعها نظيفة وحليبها معروف منين. معها هي نحط 100 غرام سكر غلاس، سكر محور، زوز بكوات سكر فاني سمارتشيف، نحط على هذا الكل كعبتين عظم وأصفر واحد، معناها نحط كعبتين كاملين، وان جون دوف، معاهم 50 غرام نشا، 100 غرام لوز، وفارينا سبيسيال جاتو وردة هي اللي تلم الكل، معاها قرصة ملح. وتوا قاعدين نعرفكم نعرفوا اللي الدنيا قاعدة تسخن، ماذا بكم تحطوا مغرفة بتاع ماكلة خل في العجينة، على خاطر الخل ما يخليش العجينة تشيح، بلوتو نقولوا تشيح احنا السو ديكومبوز، معناها تولي بالسخانه تولي منقمشه تولي مفلقته، هذاك علاش نحطوا الخل. الخل سي ان ستابيليزاتور نتاع عجين، ديما نحطوا في العجين الكل، انا نحط مغرفه ولا اثنين نتاع ماكله سولون الكميه، نحط على الكيلو فارينا، نحط مغرفتين خل، اي نوع خل، خل تفاح، خل ابيض، اللي تحبوا انتم، المهم حطوا مغرفه ولا اثنين خل في العجينه نتاعكم باش تلقاوها ديما طريه وانكتيوز وما تستحقش برشا، معناها حتى كونتون لا مانيبول، معناها كي نحركوها برشا ديما ما تتهلكش، ما تفلقطش، ما تميزش. هوني عندي طيبت كريمه، الكريمه نتاعي سمارت شيف شوكولا، حطيت طيبت، احنا على الباكو ديما يقول لك نص لتر حليب، لكن انا ديما نحط زوز باكوات على نص لتر حليب، خاطر هو الروسيت كان تحبها كريم باتيسير عاديه تحط رطل نص لتر، لكن انا نحبها
كريمه عقده يابسه، هذاك علاش نحط زوز باكوات على نص لتر حليب، نحط شويه سكر ونطيبها، وحطيت لها فاكهه في وسطها، حطيتها تبرد خاطر كان ما نخليهاش معناها الافونس ونحطها تبرد شويه، تولي ما نجمش نحطها في وسط البات نتاعي، والبات تتحل خاطر كون فيها الزبده العجينه متولي ما عادش تمشي لي في وسط الكريمه كي تبدا سخونه. هذاك علاش هذوما حاجات ديما نحضرهم شويه الافونس، يقعد كان الفاسوناج كيما تشوفوا هكا نجي ونسكر على الرولو هكا بالسياسه ونطبعها بصوابعي، نسكر عليها كومبليتمون العجينه تشوف فيها قداش متناسقه ورطبه، ونجي ونقص الزيت نحط على جنب كيما تشوفوا فيها هكا، نكمل لي بودان هذوما احنا نسميهم دي بودان الجعبات هذوما نكملهم، ومن بعد نجي ونشوفوا كيفاش طريقه سهله وبسيطه نقصوهم ما غير لا يفيضوا في التطيب لا يتهلكوا في القصان لحد شيء. خلي لكم الكلمه مع البنات ومن بعد نرجعوا نشوفوا بعد نعبيهم الكل نشوفوا كيفاش باش نقصهم ونحطهم في الطبق يمشيوا للكوشه سخنتها 200 درجه. يعطيك صحة شيف فتحية، احنا خلينا نمشي ونشوفوا سبوت الخاصة بمون ديكو ونرجع نكملوا معكم. مون ديكو في تونس الكل وللناس الكل، تحب تأسس دارك وحاير منين تبدا؟ عليك وعلى مون ديكو، كل شيء تلقاه عندنا، بيت النوم، بيت الصغار، الصالة وبيت الفطور، الموبل دونتخي، البورت شوسور، وحتى لي زيليمون دو كويزين. وزيد تتمتع بالفاسيليتي دو بيمون اللي توصل ل 10 شهور سونز انتيغي، اي نعم، تسهيلات في الدفع والسوم يبقى هو بيدو. مالا إذا كانك في تونس العاصمة، إجابة حذانا للي شوغوم، سكرة أدولت، سكرة أنفون، الزهرة بن عروس، وإذا كانك في صفاقس، تلقانا في طريق تونس كيلومتر 4.5، وبالطبيعة كانك في أي بلاصة في تونس، وإلا حتى خارج تونس، نجم تختار وتعدي كوموند على الباج فيسبوك متاعنا مونديكو.تين، وإلا على السيت ويب، وين تلقى الموديلات الكل، وما تنسيوش التوصيل حتى لباب الدار. نكملوا في مواضيعنا لليوم، نكملوا مع اخصائيه التغذيه روضه العمري بوليفه اللي اخترت لنا موضوع يهم لي مامون لي فيتور مامونز، كيف اللي يحبوا ياخذوا فكره على تغذيه الصغيرات وقتاش ندخلوا الماكله للصغيرات نتاعنا. لهنا نبداو بالعمر روضه. لهنا نبداو اول حاجه اكزاكتومون بالعمر، يعني انت صغيرك كي باش يتولد من الاول اول حاجه ساعه باش يكون عنده حليب امه، دونك ديما نشجعوا على لاليتمون ماتيرنيل اكسكلوزيف. جينيرالمون الأمات الكل يعطيو حليب الأم، ما فما شكون يلتجئ للحليب نتاع الحكوك. لهنا باش يقعد الصغير يشرب في الحليب كوسوسوا لي ماتيرنيل كوسوسوا الحليب نتاع الحكوك حتى لين يوصل لل 4 موا، دونك سورتو كان هو حليب أمه حتى لل 6 موا ايديالمون. لهنا راهو الحليب نتاعنا اللي احنا نشربوه الكبار راهو ما يدخل للصغيرات كان بعد العام، على خاطر فما دي بارون اللي يدخلوا للصغيرات الحليب نتاعنا نتاع الكبار من 6 شهور ولا من 5 شهور. هي حاجه مش باهيه جمله. وي حاجه مش باهيه، وحتى راهو ريت الصغيرات ساعات يقول لك نحطوا لهم بيبغون فيها ماء ولا بيبغون فيها بسبيس كمون، الحاجات هذوما ينحيوا الغاز. راهو الام هي ديجا كي باش تشرب لي زانفيزيون هذوما اي حاجه باش تشربها باش تتعادى للصغير. يعطيك الصحه. دونك اذا كان الصغير ديجا قاعد يشرب في حليب امه راهو لا تستحق باش تعطي للبيبي نتاعك لا ماء لا لي زانفيزيون هذوما اللي هما هذوما جينيرالمون الغلاط. ما نقول انا مش غلاط كبار قد الغلاط الاخرين اللي تلقاها الماء ما تعطي للصغير الزرير الفاكهه البسكويت ساعات تلقاو صغير منفوخ باش يترجع بدو فرحانين يا بطبوط بصحته الوغكو هذاك كله نفاخ نتاع بشاكت ونتاع حاجات. المشكل 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 في لي زانتوليرونس اللي من بعد ينجموا يجيوه وما تفيقش حتى اللي هما جاوا ماك الحاجه اللي دخلت هيلو مميتو من اللي هو صغير. نسالك حاجه انا نعرف ما نعرفش اما نسمع يقول لك مثلا الصغير حتيكش العمر 3 سنين ماذا بيك ما تاكلوش السكر، احنا يظهر لي من العام نبداو ناكلوا فيه السكر هكا ولا اكزاكتومون وقتاش نجمو نعطيوه فريمون حاجه حلوه سكري معناها
شو هبش فسالك حاجه تو سكي كولورون تو سكي ارام تو سكي ادولكورون هذوما الكل حتى الام ما عندهاش الحق باش تشرب قهوه بستيفيا والا قهوه بالاسبارتام ولا قهوه بتو سكي ادولكورون على خاطر ما فما حتى غارونتي اللي الحاجه هذيك ناتوريل ميم سي ستيفيا سي ناتوريل مي راهو ما تعرفش عليه معناتها لازم ديما فما سورتو احنا رانا عندنا مشكله اللي احنا ما نقراوش ليتيكيت من تيلي دونك تقرا انت لي زيتيكيت تنجم تلقى اللي فما حاجه ادولكورون وانت ماكش فايقه بها لهنا اذا كان انت باش تبدا تدخل لصغيرك اول حاجه شنو هي باش نبداو ندخلوا في البرودكسيون الخضره قبل الغله لانه الصغير اذا كان يستانس احنا يقول لك لي اعملوا كومبوتر حلو شويه التفاح سورتو با تدخل للصغير الكومبوت دو فروي قبل ما تدخلوا الخضره خاطر كيكا يولي معاك قبل الخضره بيان سور بيان سور اذا كان انت تعمل كومبوت دو بوم ويحسك الحلاوه وكلبنه هذيك والا بنانه مرفوسه وبعد تعطيها شويه لوبيا خضراء والا مش تقبلها بيان سور معناتها سفناريا دونك شو كيفاش اول ايتاب ثلاثه ايام لولانيين تدخلوا ثلاثه ايام ورا بعضهم البطاطا بعد ثلاثه ايام ورا بعضهم سفناريا بعد ثلاثه ايام ورا بعضهم قرع اخضر وكل ثلاثه ايام ورا بعضهم تدخلوا نوع نتاع خضره لهنا اذا كان وتعس روضه لهنا تحس تعس على الصغير فضلات نتاعو شنو هو فوالا شونجمون تاع لي سيل نتاعو خاطر حتى اذا كانت تتبدل يتبدل اللون والا تتبدل الريحه وقتها تفهم اللي فما انتوليرونس يعطيك الصحه مي راهي الانتوليرونس هذيك ما تقعدش يعني انت اذا كان ترتح صغيرك من كل حاجه هذيك شهير شهير ونص من زمان وبعد تراجع حاله ما يقلق مي سينو الخضره الكل نبداو بها من الاول وبعد ما تسنسوا بالخضره بين جمعتين وثلاثه جمعات وقتها نبداو ندخلوا له في الغله الغلطه نتاع لي مامون انه الصغير كي ما ياكلهاش البرود واللي هو الكل اباز دو ليغوم كي من بعد تولي تعمل له كومبينيزون دو ليغوم تولي ترفس له شويه بنان باش تحلي المطعم والا فما زاد شكون يحط السكر كاريما فما شكون يحط الملح راهم هذوما ثلاثه ايفيتي خاطر وقتها تبدا تحل انت في الشهيه نتاع الصغير نتاعك ووقتها يولي البيبي بلو غورمون من العاده. ماشي يقبل لك حاجات اخرين. اكزاكتومون حاجه أنا اخرى. احنا السكر وقتاش ندخلوا له معناها تو سكي بيسكوي تو سكي حاجات فيهم سكر بيان سور ابارتيغ من العام ما فماش حاجه كيما لي بيسكوي ولي شوكولا والحاجات هذوما الكل يدخلوا قبل العام دونك انت من الاول باش تدخل الخضره والغله بعد باش نبداو باللي فيون دو بلانش اللي هما الدجاج صدر الدجاج تنجم زاده تعطيه صدر الارنب تنجم زاده تعطيه الحوت الابيض كيما السول كيما النزل الميرلان اي هذوما هذوما الحاجتين الزوز اللي نبداو بهم للبيبي والاج دو 8 موا وقتها ندخلوا له لي فيون دو اللحوم الحمراء النساء الكبار او حتى لي مامون اللي تبدا انفلونسي بحماتها ولا بامها وعندهم بوفوار عليهم الله غالب تقول لك صغيره انا صغيري قعدت على الطاوله نتاع الفطور معايا من 6 شهور ياكل الحار والعجين والمرق واليديمات والزيوت لهنا نحب نفسروا للي مامون بربي يا روضه لا غرافيتي او الخطوره انك توكل صغير ساعه لفحات في عمر صغير الحار في عمر صغير اللي هي حاجه تري دي كونسيي وتسكي يد مزيوتا أو اكثر حاجه احنا توا ولات موجوده معناتها في وقتنا توا شنو هي مرض الابطن لا مالادي سيلياك اللي هي لانتوليرانس للغلوتين واللي هي مالوروزمون جايه من الحكايه هذيا اللي انت تدخل الصغير الغلوتين في عمر صغير دونك سورتو با ندخلوا العجين للصغيرات قبل التسعة شهور 10 شهور معناتها بالحق هذيا راهو حاجه لازمتنا حتى كقدمة الخبزه اللي تعطيه له باش يتلهى فيها شوف احنا الغلطه نتاعنا اللي احنا الصغير يبكي منا وانت تمد له حاجه يسكت بها منا معناتها تلقى انت صغيرك لا فريكونس كل ساعه يمطمط في حاجه يا يمطمط في شويه بنان يا يمطمط في كعبه تفاح يا يمطمط في قدمه خبز هذه هي عرفتك اللي قدمه الخبز يبدا يحب في لغبه تقول لك خليه باش يحك لغبه لكن الغلطه لهنا اللي انت لهنا ما سالناش صغيرك بالغيتم الصحيح اللي هو الوجبات نتاعو دو كولاسيون واحده العشره واحده الاربعه نتاع العشيه ولي تخوا روباب برانسيبول اللي هما فطور صباح وفطور نص النهار والعشاء دونك لهنا انت تسنس روحك صغيرك يبكي منا كيما الام حتى البيبي كي يبدا صغير راهو يبكي منا تعطيه الزرها منا باش يسكت بالحليب هذوما الغلطات اللي لازمتنا نتفاداوهم باش الصغير هكاكا ما يستنسش ديكو يبكي يلقى حاجه باش ياكلها وشنو هو المشكل اللي الحاجه اللي باش ياكلها هذيك اذا كان انت كام ولا كمامته سنستو بالحاجه الحلوه اوتوماتيكمون باش يقعد ديما ما يسكت كان بكعبه بيسكوي ما يسكت كان
بقد ما خبز، الحاجات هذوما راهو كل حاجه تدخل في عمرها. يعطيك الصحه روضه العامري اخصائيه التغذيه، المره الجايه ان شاء الله في الباساج الجاي نحكيو في العمر ما بعد لي نوريسون او لي نوفو ني، نحكيو على التغذيه ما بعد العام، خاطر زاده سي اون فاز تري امبورطون في تغذيه صغيراتنا. خلينا احنا نمشيو بحذا الشيف تحيش باش تغذي الكبيرات يا شيف. الو انا كبيرات انا هنا جي تميره الدرويش راه عادي تهز روحها تروح. انا هنا عندي البسكوي هذا كيما تشوفوا عملته قنان قنانة، نجي ونقصوا كعب كيما نحب. تشوفوا في الكريمه كي تبدا بيان دوزي كيما قلت لكم عن نص سيترا، تحطوا زوز باكويت كريمه سمارت شيف اللي بالشوكولاته، انا اخترت اللي بالشوكولاته، لكن انتم تنجموا تختاروا اي بارفان اخر، فما بالفاني، فما فخوي سيك، فما فخوي دي بوا، فما برشا، معناها فيها برشا حاجات بنينه برشا وسهله في التحضير نتاعها، طريقه تحضيرها. بعد لطابت حطيت لها شويه فاكهه مهروشه كما تشوفوا فيها، تلقى فيها تقرميشه صغيره هي اللي عبيت بها البودا نتاعي هذوما. انا كوشتي قاعده تسخن في 200 درجه، ديما نقول لكم راهو لي بيسكوي ديما يتيبو ا 200 دوغري، ما طيبوش بيسكوي اقل من 200 درجه، على خاطر الزبده تتحل، السكر يتحل، تولي تسيل البسكوي نتاعكم يولي سائل. هذاك علاش ديما نحطوا باش ياخذوا ان شوك تيرميك، نقولوا ان شوك تيرميك توت سويت يتفيكس بالسخانه، يعمل معناها يركح ما يخليهش يسيل كيما نار خفيفه، تقعد العظام اللي فيه وكل شيء يتحل حتى يولي خبزه واحده. ديما البسكوي اقل درجه حراره هي 200 درجه في البسكوي البات دو موا الباتا بسكوي والبات سكري والحاجات هذوما ديما طيبوهم ا 200 دوغري. دايوغ فما برشا انواع جاتوات يتبو الا 200 درجه كيما الجينواز كيما البسكوي كويير وذوما الكل، الوغ ديما طيبوهم في سخانه كبيره. انا هذايا نكمل نقصهم نهزهم للكوشه ومن بعد نرجعوا للسلطه مع بعضنا. مرحبا بكم، أنستونا برشا في الفورم تلكرام. كما العادة وكما عودناكم السادة المشاهدين الكل ليكا معانا في استوديو معانا في الإيفينمون تاع الفور انترناسيونال تاع الكرام. مرحبا في كونفورتكس، تو باش نعملوا دورة كما سنسناكم الناس الكل ليكا باش نعملوا دورة في البرودوي جديد والنوفوتي تاع كونفورتكس. مرحبا بكم. مرحبا مرة أخرى، نبداو بالجام كومفورتكس نتاعنا كيما تعرفوها الأورتوبيديك اللي حكينا فيها في الاستوديو، كيما تشوفوا الموس نتاعنا أود دونسيتي لي روسور كيفاش، هذه الأورتوبيديك ما تخدمكمش، هذه إن شاء الله تري بيانتو باش نحكيو عليها بالكدا بالكدا اللي هي رويال، اللي من أهم حاجة في الرويال هي الليرني ديسكال، تبى تنصح بها حاجة مرتاحة حاجة اكسلونت للدوم تاعنا ومازلنا باش نحكيو عليها. فينالمون وصلنا للكادو تاع الجمعه هذه اللي خلينا اخر حاجه اللي هي لورتودو. الجمعه اللي فاتت ربحنا اون سول بلاس، المره هذه لورتودو تاعنا قدامنا راكم تفرجوا فيها، تشوفوا الموس نتاعها، تشوف لي روسورون ساشي. هذا الكادو تاعنا اللي هي ماتلا 190 متر 60، ان شاء الله نربحوها نهار الاحد صفاء وفاديه ونعملوا التراج وصار ونشوفوا ان شاء الله اللي باش يربحها. ان شاء الله مبروك عليه. بريف نحكيو شويه على سوتيم، شوفوا لي زوري اللي قاعده نخدموا فيهم اللي هما 60 دي زوري اورتوبيديك لي فورم اللي نتفرجوا فيهم، التيسو اونتي اكاريا اونتي باكتيريا. هذا كيما تشوفوا لوري موسى ميموار تري اوت جام في لي زوري نتاعنا كيما تشوفوا فيها، اون ميم طون التيسو نتاعها كليماتيزين ندخل نفسر لكم بالكدا بالكدا. تيسو من هنا مشيره هذه بارده، مشيره هذه سخونه، كل واحد كيفاش ينجم يرقد على اللوري نتاعو. حاجه اخرى حبيت نفسر لكم، راهي كومفورتكس سوتيم ماهيش كان لي ماتلا، شركه كبيره ياسر، فروشات كما كنا نشوفوا فيهم، راهي البرودكسيون نتاعنا احنا، خدمتنا احنا، لكن توا باش بالحق باش نوريكم احنا ان برودوي اللي هو كومفورتكس اللي هو
اللي هذايا نوفوتي نوفوتي اللي هذايا نتاعنا كومفورتكس ديزاين كامل نتاعنا بالميكانيزم نتاعو الماتلا نتاعو حكينا عليها قبل اللي هي الاورتو سبور اللي هو كله سيدوموس سيديو هاشير اي دو ماجيك 30 اللي ياخذ لا فورم نتاع البدن تو باش نوريكم الديمونستراسيون نتاع اللي هذايا اللي بالميكانيزم نتاعو اللي باش تشوفوها توا avec le mécanisme اللي نشوفوا فيه c'est un mécanisme très 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 relaxant اللي نحي الستريس اللي احنا عايشين فيه توا وضعية الدنيا الكل الميكانيزم هذايا الكل سي دي فيبرور لي فورم الكليكه اللي تشوفوا فيها يبدا الانسان مرتاح avec la vibration لي فورم اللي حاجتنا بيهم كل واحد توا في حالتنا الناس الكليكة نستحقوا باش الواحد يدخل لداره يبدا مرتاح كول افيك لا فيبراسيون اللي يعمل دو ريلاكس نشوفوا في المتلا احنا كيفاش قاعده المتلا نتاعنا كيفاش قاعده تاخذ في لي فورم نتاع الميكانيزم هذا سي دو متلا اللي كنا نحكيوا عليه اللي هو لورتو سبور موس ماجيك لا هوت دونسيتي افيك دو هاشير اللي هو موس سوتين ومرحبا بكم راكم كيما تفرجوا وانستونا برشا ونستناوكم الناس الكليكة بحذانا للمعرض وما زلنا في الحلقات القادمة الكليكة باش نزيدوا نفسروا وندخلوا نتعمقوا كيما مسنسناكم بالماتيار نتاعنا بالمتلا نتاعنا كل المتلا نتاعنا اش نحكيوها تشاو تشاو. اليوم على شنو باش نكملوا نحكيوا رستم؟ انت وقتها غبت علي انت وفادي ولكن جيتوا من غدوه الحي احنا الجمعه هذه اللي تعدات باش نربحوا المتلة اللي هي لورتو دو دو بلاس اللي انت تلوج عليها من الجمعه اللي قبل اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت ريت كيفاش؟ ديكلاريناها في المعرض وقت اللي الساده المشاهدين زارونا وتفرجوا ودخلوا معنا خاطر احنا مسنسينهم ديما كل عام الويكاند برنامجنا الويكاند رانا نهزوا السادة المشاهدين معنا وين نتنقلوا كيما قاعدين نحكيوا هكا لي زيفي نتاع الماتلا وشنو هي الخاصيات نتاعها كيما نحكيوا على الموس ايفيكتيفمون المره هذه رانا ديكلارينا الماتلا مترو 90 مترو 60 اللي هي لورتو دو اللي ان شاء الله غدوه الحي باش نربحوها اللي اهم حاجه تلوج عليه صفاء فادير هو الربح حتى كان جيت انا نربح المصلحه ومانيش نربحها انا المتلا هذايا انت تحب الربح مش ليلك اي نحب ربح الناس الكل رقم طرف شارك يا اميره فماشي ما تربح غدوه هنا لازمني زوز مترو مترو سايكل صغير علي لا لا سو مزيور راهو تحب انت الله يبارك نون ستوندار دون 48 تويتر تكون المتلا اللي حاجتك بها موجوده عدي الكوموند وش عليك ولا يهمك المهم ارقد انت مرتاحه كومفورتكس مش كان لنو كان لنو شعارهم كومفورتكس مش كان لنو باهي نحكي شوية على المتلة نتاعنا كما حكينا المتلة لورتو دو المرة اللي فاتت اللي حكيناه اللي روسورون ساشي اللي هما أهم حاجة فيها اللي يعطينا وقت نقول روسورون ساشي يعطي لاندبوندونس دو كوشاج وقت يتحرك الروسور هذا اللي بجنبه ما يتحرك كل عادة دونك ديما المتلا نتاعنا عندها كلفاس هذيك نتاع الشتاء اللي تبدا من الوقت باش تدفينا وعندها الفاس اللي تلقاها من الكوتون هذيك للصيف باش تبدا المتلا فريشكا بيان سور باش نتمتعوا ولا باش مشاهدينا ولا اللي مش يشريوا يتمتعوا باللي غارونتي نتاع كومفورتكس يلزمهم يمشيوا للي غوفوندور اوفيسيال كومفورتكس صحيح ولا لا؟ اهم حاجه واهم حاجه بالله نزيد ناكد ونزيد ناكد بالله وقتي باش نشريو برودوي يلزم فيه لا مارك كومفورتكس راهو قاعدين للساده المشاهدين فما دي مارك ماهمش برودوي كومفورتكس والادهى والامر يجيك للمعمل يقول لك خديت الارتيكل هذا ريكلاميها وراهي عملت لي افيسمون ولا صارت لي اي حاجه ومازلنا باش نزيدوا نحكيوا برشا ان شاء الله في الحلقات خاصه لي دونسيتي دو موس اللي قاعده بالحق تو سمعتها انا في الفوار البريود هذه في لي دونسيتي دو موس
في برشا حوايج. واضح. فهمتني. يعطيك صحة رستم دونك للناس اللي تحب تشارك طبعا وتربح المثلة هذايا ما عليها كان تدخل لابوبليكاسيون اللي موجودة على باج اوفيسيال دو كونفورتكس يلقاو بوبليكاسيون يعملوا عليها يعملوا ساعة جي مع الباج كيفاش هو كيكا يعملوا جي مع الباج يعملوا جي مع البوبليكاسيون يبارتاجيها ويعملوا تاج لثلاثة من صحابهم اون كومونتير على البوبليكاسيون طبعا اوتوماتيكمون يدخلوا معنا ان شاء الله في القرعة اللي باش تصير غدو يربحوا معنا المثلة هذه اللي هي اوختو دو مترو 90 على مترو 60 من عند كونفورتكس. ميرسي بوكو رستم. ميرسي بوكو كونفورتكس والسوتيم الدار الكبيره. احنا خلينا نخرجوا فاصل قصير ونكملوا معاكم بقيه حلقتنا وما نسيوش عندنا ضيفه مميزه ومميزه جدا اللي هي اميره الدرويش باش نحكيو معاها على برشا حكايات. استنيونا. علاش ليه؟ يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ. سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت تاعنا في المنزه 1 والحمامات.